التنمية الصناعية والتجارة بسيناء نهضة تنموية كبرى. 12 مليار جنيه قيمة الإنتاج الصناعي بمنشآت القطاع العام والخاص، 3900 عامل بالمنشآت الصناعية المسجلة، ارتفاع عدد المنشآت الصناعية المسجلة إلى 79 منشأة عام 2021، 5.5 مليار جنيه قيمة التكاليف الاستثمارية بالمنشآت الصناعية المسجلة، إنشاء 3 مناطق صناعية كبرى ببئر العبد والمساعيد ووسط سيناء، إنشاء مصنع إنتاج شكائر الأسمنت بطاقة 100 مليون شكارة، إنشاء مصنع إنتاج الفوم ببحيرة البردويل داخل نطاق البحيرة، إنشاء المجمع الصناعي للرخام والجرانيت.